سيداتي أنساتي سادتي، أما الآن لنا لقاء مع الفنان الذي يأتي بعصارة فكره ليرسم البسمة على شفاه الملايين الملايين من عشاق فنه الجميل، مع من أبدع النكتة وجعلها سريعة جميلة، الأستاذ الفنان حمادة سلطان. واحد عنده عربية رمسيس صغيرة بيحفر البوية، لا مكتوب عليها سمنة سلطان. صعيدي كل يوم يطلع وهو طالع داخل باب شقته يروح رامي بريز على السلم. مراته زبطته في يوم، قلت له انت بترمي كل يوم بريز على السلم ليه وانت داخل؟ قال لها اصل بنهرب فلوسي للخارج. واحد اول مرة يركب طيارة فمعدته كركبت، حس انه معدته كركبت ركبوه طيارة تي دبليو سي. تلميذ بليد فاهم مات. عصابة حرامية سارقين ميت وطلع يجروا بيه والمباحث قعدت تطاردهم، هم يجروا المباحث ورا منهم، دخلوا على شريط قطر شافوا المباحث زنقاهم، راحوا حاطين تابوت الميت على شريط القطر وجريوا. القطر شاف كده راح رابط مطرحه، اتنين مساطيل واقفين قال له يا سلام اهو الميت ده كتب له عمر جديد. برضو النكتة اللي جاية دي هنفكر فيها لمدة سنتين، ديك السنة دي سنتين بقى. راجل فلاح ظريف جدا جايب لمراته راديو فيليبس من شركة الأندلس التجارية. قال لها انا بقى جبتلك راديو فيليبس انما عظمة. الراجل راح الشغل من هنا ورجع لقى مراته فتح الراديو من ورا ومطلعة مصارين الراديو برا. قال لها ايه اللي انت مهببها ده؟ قالت له مش لاقية ولا حتة مقاسي. بياع جرايد ماشي في السكة وينادي يقول ايه 40 حمار ضحية جدع، الحادثة الغريبة جدع، 40 حمار ضحية جدع، حادثة واحدة فيها 40 حمار ضحية جدع. اتنين زباين ماشيين في السكة، حادثة غريبة قوي في ودنهم، واحد فيهم راح مشتري منه الجرنان عشان يشوف الحادثة، بعد ما اشترى منه ماشي بتاع الجرايد يقول ايه 41 حمار ضحية جدع. راجل اتجوز ست ساذجه قوي جابها وجي مصر، اول ما جت مصر راحت مغيره الفستان الطويل ولبست ميكرو جيب لغايه فوق كده، جه جوزها من بره لها عريانة قال لها خبري صوت امال هتمسحي مناخيرك في ايه؟ عسكر الصعيدي بقى بيشتغل في البلديه، فالظابط بتاع المرور وصاه قال له خلي بالك اي حد يرمي وساخه كده ولا ميه ولا حاجه من الشبابيك تاخده مخالفه على طول على طول ما تسكتش. وصاحبنا قاعد زي ما الظابط وصاها وقف كده كل شويه اي حد يروح رامي روح عامل له مخالفه. شويه بقى وجايه العربيه بتاعت البلديه بقى بتاعت الحكومه بترش ميه، فالعسكري قال يا دي الهنا والسعاده كل دي خمسينات وعشرينات قرش جيد 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 جيد. الدفتر كل اللي في ايده كتب فيه مخالفات للعربيه. الظابط بيمر مسكه قال له لا دي بلديه بتاع الحكومه تسيبها. قال له خلاص، راح مقطع الدفتر نقلوه في حته تاني، رايح يودي حرامي يسلمه في المدريه، فساب الحرامي في السكه. فالظابط بيقول له سبت الحرامي ليه؟ قال له طلع بلديه فسبته. زي برضه عسكري صعيدي ماسك حرامي رايح يسلمه في المدريه، فالحرامي جه في نص السكه قال له النبي يا شاويش لو سمحت عايز اجيب علبه سجاير من الكشك اللي هناك ده. عم العسكري الصعيدي قال له عايز تهرب مني؟ خليك هنا وانا اجيب لك السجاير واجي. نخش بقى على الخنافس بقى. خنفس
متدلع قوي، امه ماتت بقى ماشي في الجنازه يقول ايه او مامي. خنفس راح لواحد خضري قال له عندك قوطه مفعصه؟ قال له لا. قال له طب فعص لي 2 كيلو. اتنين خنافس بقى بيفشروا على بعض، خنفس بيقول للتاني ايه؟ تيتي صور. بالعربي يعني تتصور. بالخنافيسي بقى تيتي صور. تيتي صور مامي جابت لنا حله وسعها 10 فدان. ام الخنفس دوك قال يعني تز. بابي جاب لنا باميه القرن طوله 3 متر. قال له يا خبر اسود كنتوا بتطبخوها فين؟ قال له في حلة امك. خنفس بقى رزل بس بيدي ميعاد للجو بتاعه، فبيقول لها ايه؟ الميعاد الساعة 5:30 وهستناكي 6:30، وان ما جيتيش 7:30 همشي 8:30. ده رزل زيك على فكرة، خلي بالك. واحد عايز يبلغ واحد صاحبه عن وفاة ابوه فمش عايز يصدمه، فبقول له انت بقالك قد ايه ما شفتش ابوك؟ قال له يجي شهر. قال له احلق دقني لو شفته تاني. سقى راجل، سقى راح للدكتور وموطي ضهره كده، قال له الدكتور ضهري بيوجعني. او الدكتور كشف لقى ما عندوش مرض ولا روماتيزم ولا حاجة. قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له انا بشتغل سقى. قال له روح اشتغل بتاع الاسوس لمدة 2 شهر. فلاح نفسه يجي مصر بيفتح الراديو في البلد قال هنا القاهرة، راح ناطط قاعد على الراديو. فلاح مراته دخلت عليه في الأوضة لقيته مرصص شوية أزايز وماشي فوق الأزايز، قالت له بتعمل ليه كده؟ قال لها الدكتور قال لي امشي على الدواء. صعيدي لقى قرش مخروم لحمه بربع جنيه. صعيدي دخل السيما سلم على كل اللي قاعدين. اتنين صعايده ماشيين مع بعض اتخانقوا مع بعض على اللي ماشي في النص. اتنين مساطيل قابلوا بعض، واحد بيقول التاني الساعه كام؟ قال له انا ما عنديش ساعه. قال له يا ده انا اتاخرت. تاجر مواشي جاله تسمم عملوا له غسيل معزة. مسطول عنده عقرب الساعات مكسور منه، قابله واحد صعب بيقول له الساعة كام؟ قال له مش عارف كام وتلت. اتنين اصحاب قابلوا بعض، واحد بيقول للتاني انا زعلان منك جدا. قال له ليه؟ فل الشهر ده احنا اصحاب طول عمرنا. قال له راجل ايه انت تقول لي اسكندريه غاليه وتاري اسكندريه رخيصه؟ قال له رخيصه ازاي ده انا كل ما اروح احط فلوسي في المصيف وارجع. قال له راجل اسكت ده انا كنت هناك الجمعه اللي فاتت ونمت في الكنده بنص جنيه الليله، انما حاجه عظمه على البحر كمان وعسل. قال له فين اللوكنده دي عشان ما تدبسي؟ قال له في السيد البدوي. قال له يا ابني السيد البدوي ده في طنطا. قال له يا خبر ابيض تاريني كل يوم بمشي حته مشوار لغايه البحر. راجل مجنون عقل طلق مراته. راجل بخير اشترى ازازه ميكروكروم وهو ماشي وقعت اتكسرت منه، راح معور نفسه ومسح نفسه.